انت مش طبختيهم؟ لا مش طبختهم. ما بتطبخي؟ شو ما حتتجوزني؟ كيف بدنا نعيش بكره مع بعضنا؟ شفت خلص خسرتك. ما بتطبخي جريمه. لا بطبخ ولا شيء، بضلني مثل ما انا بس بظبط هيك بعض الشغلات فاين تيونينج. يعطيني شغلتين من الفاين تيونينج. لانه كل الناس بيحاولوا يهربوا من الواقع ليحافظوا على سلطتهم. دي انترسكسيون بين شخصيتك الرومانسيه وشخصيتك الوطنيه. طب العابي رح نخلص الدق وبعدنا من ماشي. حنلعب بلاش. يلا برافو. انت بتحمر؟ كانت شو؟ امراه مثيره جدا. ايش التصريح هيدا؟ روح العاب غير هون، خليك بشغلك مغروم عم ترقص يا مغنواتي يا مشخصاتي يا بتاع المزيكا. برنامج عادي 3 الساعة 9 المساء على الـ LBC.